يعني ثابتة وصحيحة دائما لأي مثلث قائم الزاوية، أو حتى لأي اللي هو زاويتين. يلا استخدم الشكل 7 42 في إيجاد ما يلي: جيب تربيع س زائد جذر تربيع س. كيف يعني جيب تربيع س زائد جذر تربيع س؟ طيب جيب س، هاي س، شو جيبها؟ المقابل على الوتر. ايش يعني المقابل على الوتر؟ يعني با ج على الف ج. هذا المقدار شو بنسوي فيه؟ بدنا نربعه. يعني بصير كأنه با ج تربيع على الف ج تربيع. طبعا يا جماعه با ج هي طول، طول الضلع هذا، والف ج هي طول الضلع هذا، فهي اعداد فمن حقي اربعها. الان الجتا هي المجاور على الوتر، المجاور للزاويه الف، ايوه على الوتر، المجاور للزاويه الف مين هو؟ اللي هو الف ب على الوتر اللي هو الف ج. الان هذا المقدار شو بدي اسوي فيه؟ بدي اربعه، يعني انا قاعد بسوي تربيعات هسه، يعني انا بنتقل ايش؟ الى المرحله الثانيه. اذا هاي راح تكون عباره عن الف ب تربيع على الف ج تربيع. طب ايش بدي اسوي فيهم هذول؟ بدي اجمعهم، يعني بدي اجمع هيك با ج تربيع على الف ج تربيع زائد الف ب تربيع على الف ج تربيع. شو بيساوي؟ يلا خلينا نشوف شو بيساوي. من علم انهم كسور، اذا المقامات لازم تكون موحده. طب هي موحده، اذا المقام راح يكون الف ج تربيع. البسط راح يكون عباره عن با ج تربيع زائد الف ب تربيع. اه لكن ما هو با ج تربيع هي مربع الضلع القائمه الاول زائد مربع طول الضلع القائمه الثاني، لابد انه يطلع هو مربع الوتر، اذا هو عباره عن الف ج تربيع. هاي اي نظريه اخذناها؟ هاي نظريه فيثاغورس. اذا طلع الجواب الف ج تربيع على الف ج تربيع يعني تساوي 1. وهذه المتطابقه مشهوره جدا باسم متطابقه فيثاغورس، لانه لاحظ انه نظريه فيثاغورس ظهرت معانا هون بشكل جلي وواضح جدا. ناقش او تاكد من صحه العباره السابقه باستخدام الاله الحاسبه، يعني بنقدر نحط اي زاويتين ونقعد نفرض فيها، بتركها تمرين لكم تدربوا عليه. مثال: اذا كانت س زاويه حاده وكان جيب س يساوي 8 10، فما قيمه جتا س؟ ها ما بده جتا 90 ناقص س، لو قال بده جتا 90 ناقص س كان قلت له 8 10. سهله جدا. ايش بسوي؟ باخذ جيب س اللي هو قديش؟ 1 10، او عفوا 8 10. فانا شو مسوي فيه؟ مربع الطرفين. جيب تربيع س يساوي 8 10 تربيع. ايش يعني 8 10 تربيع؟ يعني تضرب 8 8 وتحط الفاصله بعد منزلتين، تطلع 64%. كويس؟ عند المتطابقة بتاعت فيثاغورس المشهورة اللي هو جيب تربيع س زائد جتا تربيع س يساوي 1. لكن جيب تربيع س انا هسه حسبتها طلعت 64% زائد جتا تربيع س، قديش بيطلع الجواب؟ بيطلع 1. الآن اطرح سالب يعني 64% من الطرفين، يعني حط هون سالب 64% وهون سالب 64%، فبيطلع عندي جتا تربيع س يساوي، طلع كم بدنا نطرحها؟ 1 صحيح قدامه صفرين ناقص 64%، لأنه في الكسور العشري كيف بنطرح؟ بنحط الفاصلة تحت الفاصلة وبنصير نطرح. يلا صفر ناقص 4، إذا لازم نعيد التسمية. هاي صفر، هاي 9، هاي 10 صارت، 10 ناقص 4 فيها 6، 9 ناقص 6 فيها 3 فاصلة، إذا بيطلع الجواب 36%. إذا حدا بيحب يكتبها بطريقة ثانية بقول 36 على 100. هذا الجتا تربيع، بس أنا بدي الجتا لحالها، إذا باخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا جتا س تساوي الجذر التربيعي ل 36 على 100 وتساوي 6 على 10، اللي بقدر أكتبها